إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تقوى الله عز وجل هي وصيته للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، مع الإجازة الدراسية ومع هذه الأجواء الربيعية، يحرص الناس إلى الخروج إلى البراري والمنتزهات، وذلك للراحة والاستجمام، وهذا أمر قد أباحه الله جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ويقول جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج إلى هذه التلاع كما قالت عائشة رضي الله عنها، والتلاع هي الأماكن التي في البادية عند نزول الأمطار، كان يذهب إليها صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا. ولذلك مما يقوي حالة الإنسان الدينية والدنيوية هو هذا الاستجمام وأخذ الراحة. ومع هذه الأجواء أنبه إلى مجموعة من القضايا أذكر فيها نفسي وإخواني وأخواتي. أولاً، ينبغي للإنسان أن يستعين بالعادة على العبادة، ذلك أن العادات قد تنقلب إلى عبادات بالنية الصالحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت تستطيع بخروجك إلى الصحراء وإلى المنتزهات أن تكسب الأجر متى ما إن استحضرت النية وأصلحت الطوية. الأمر الآخر، ينبغي للإنسان أن لا يغفل عن ذكر الله عز وجل، سواء الذكر المطلق أم المقيد. أما الذكر المطلق فهو أن تذكر الله جل وعلا على كل حال. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وأما الذكر المقيد فعند خروجك من بيتك تقول: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن الله تعالى يوكل ملكا يقول لك: هديت وكفيت ووقيت، فيتنحى عنك الشيطان بعيدا ويقول لمن معه: ما تريدون برجل قد هدي وكفي ووقي. كذلك إذا وصلت إلى المكان المقصود فاذكر الله عز وجل، وذلك بقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره ذلك شيء حتى يرتحل من منزله. يقول القرطبي رحمة الله عليه، وهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول القرطبي: هذا الحديث من الصادق صلى الله عليه وسلم أثرا وتجربة، فكنت ما نزلت منزلا إلا وقلته فلم يضرني شيء.
وقد لدغتني عقرب مرة فنظرت فإذا بي قد نسيت أن أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كذلك عباد الله، ينبغي للإنسان أن لا يغفل عن الصلوات المكتوبات التي فرضها الله عز وجل. ولذلك كل ما يشغلك عن طاعة الله وعبادته لا سيما الفرائض فإنه يكون إثم عليك. والله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيجب على الإنسان أن يواظب على الصلوات الخمس في أوقاتها. وإذا كانت النزهة في مسافة سفر فلا بأس بالقصر والجمع، تقصر الرباعية إلى ركعتين وتجمع ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء. فالحذر من التهاون في هذه الصلوات المكتوبات، والحذر من أن يلهو الإنسان في هذه المباحات فتصرفه عن طاعة الله عز وجل. ولتعلموا أيها المسلمون أن الصلاة في الفلاة بخمسين صلاة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأن صلاة الرجل في جماعة بخمس وعشرين صلاة. وصلاة الرجل في الفلاة يقيم ركوعها وسجودها ويقيمها بخمسين صلاة، وهذا فضل من الله عظيم. ذلك أن الإنسان إذا كان في الصحراء وكان قلبه معلق بهذه الصلاة ولا يغفل عن ذكر الله عز وجل، ولا يلهيه ولا يشغله عن الصلاة شاغل ولا لاهن ولا ملهن، فإنه في واقع الأمر يكسب هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. كذلك عباد الله، لا ينسى الإنسان الأذان والإقامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذن بالصلاة، فأذن في الصلاة وارفع صوتك، فإنه ما سمع صوت النداء إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ولذلك المشروع أن تؤذن ولو كنت مع أصحابك أو كنت مع عائلتك وأهلك، فارفع صوتك بالنداء عاليا فصوتك يشهد كل من سمع صوتك من جن أو إنس أو جماد أو شجر، سيشهد لك يوم القيامة بإذن الله جل وعلا. كذلك عباد الله، من الأحكام المتعلقة بهذا الأمر ما يتعلق بالتساهل في عدم استعمال الماء في الطهارة للصلاة. ولذلك يلجأ بعض الناس إلى التيمم مباشرة، وهذا لا شك بأنه خطأ جسيم. ذلك أن التيمم يلجأ إليه الإنسان في حالتين: عند فقد الماء، وعند العجز عن استعمال الماء كبرد شديد أو كبرض. أما أن يلجأ الإنسان هكذا إلى التيمم مع وجود الماء أو القدرة على تحصيله في الوقت فإن هذا لا يجوز. ولذلك الله جل وعلا قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فلا يلجأ الإنسان إلى التيمم مع وجود الماء أو مع القدرة على تحصيله. أمر آخر أيها المؤمنون، ينبغي للإنسان أن يأتي ببعض السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ربما لا يستطيع أن يأتي بها في المساجد وهو كذلك. منها الصلاة في النعال، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه أنه كان يصلي في نعليه، بل كان يأمر بذلك ويقول صلوا في نعالكم. وجماهير أهل العلم يحملون ذلك على السنية والاستحباب. ولا يخفاكم بأن مساجدنا مفروشة، ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يدخل بنعليه إلى المسجد. فإذا توفرت لك فرصة النزهة إلى البرية فهي فرصة لتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالصلاة بالنعلين بعد التأكد من طهارتهما. كذلك عباد الله، من المشروع أيضا
أن يصلي الإنسان على الأرض كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن الخطأ ما نشاهده على بعض المتنزهين حملهم لهذه السجادة في البرية أو في المنتزه مثلا، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي على الأرض ويمس وتمس الأرض جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم. وقد سئل عن مسح الحصى أثناء الصلاة فأذن بواحدة فقط، أذن بواحدة فقط، وكان الصحابة يعدون كثرة مسح الحصى والرمل العالق في الجبهة وعلى الأنف وفي اليدين، يعدونه من الجفاء، يعدونه من الجفاء. وما تدري لعل حبات الرمل أو الحصيات الصغيرة تشهد لك عند الله عز وجل. ولذلك إذا انتهى الإنسان مسح جبينه وكفيه. وكذلك عباد الله ينبغي للإنسان أيضا أن يمس الأرض. فهذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أمر بأن يمس الإنسان الأرض وقال إنها برة برة بكم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على الأرض صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك عباد الله ينبغي للإنسان أن لا ينسى ذكر الله عز وجل، لأن طبيعة التنزه يكون فيه شيء من اللهو وشيء من الانشغال، وعلى الإنسان أن لا يغفل عن ذكر الله عز وجل. كذلك التفكر في آيات الله عز وجل الكونية، سواء العلوية السماوية أو الأرض التي يحييها الله جل وعلا بعد موتها بهذا الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. والله جل وعلا ذكر عن المؤمنين فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفرق بين من يذكر الله ومن لا يذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمثل الحي والميت، تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فأيها المؤمنون، إن آداب المنتزهات والرحلات والخروج إلى الصحراء كثيرة، ذكرت أهم ما حضرني في هذه الخطبة، وأنبه إلى مسألة من أهم المسائل، وهي خطورة أذية النفس أو أذية الآخرين. ذلك أن بعض الناس وللأسف الشديد لا يبالي حينما يخرج إلى الأودية أو يصعد إلى الجبال، لا يبالي، وربما غامر ودخل مجاهيل الصحراء أو عرض نفسه للخطر في مجاري أو الأودية والسيول، أو عرض نفسه لأمور كثيرة منها تلك المغامرات التي ربما ينتج عنها إصابات ووفيات. والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يجعل من رحلة الاستجمام رحلة حزن وبلاء على أهله وعلى نفسه، فليتق الله عز وجل وليستثمر هذه الرحلة بما يعود إليه بالنشاط في أمور الدنيا وفي أمور الدين. كذلك أذية الآخرين، ومن ذلك ما يتعلق برفع ما يتعلق باستعمال الدراجات المزعجة بأصواتها والمؤذية لخلق الله عز وجل، أو الجلوس بقرب الآخرين وإطلاق البصر على العوائل التي في بجوارهم،
فهذا لا شك بأنه من الأذية. الله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الله جل وعلا وصى بالجار، والجار لا يلزم بالضرورة أن يكون جار مسكن، بل كل من كان بجوارك سواء كنت في بيت أو في طيارة أو في قطار أو في باخرة أو في الصحراء فإنه جار. قال جل وعلا: والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فالواجب على الإنسان أن لا يؤذي خلق الله عز وجل، وأن لا يتجاوز حدود الحريات التي منحتها الشريعة للإنسان، ويتجنب كل ما فيه أذى. كذلك عباد الله، ينبغي للإنسان أن يحذر من تلويث البيئة والقضاء على هذه الأشجار أو تلويث هذه الموارد، موارد المياه، فإن من لوث موارد المياه أو قطع الأشجار فإنه عاص لله وعاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومستحق للعنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، وجاء في لفظ: اتقوا الملاعن الثلاثة. وقد أمر الله جل وعلا بطاعة ولاة الأمور، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وما وضعت هذه الأنظمة والقوانين في المحافظة على البيئة إلا لما فيها من المصالح الكثيرة. وإن مما يؤسف له هذا التلوث البصري إن صح التعبير، والذي يمارسه كثير من الناس من قطع الأشجار أو تلويث المياه أو كذلك ترك المخلفات في الصحراء، بل إنك لترى المرأة والعياذ بالله تترك حفاظة ابنها تحت شجرة يستظل الناس بظلالها، ومنهم من يوقد النيران ثم يطفئها ويجعلها في طريق مؤذية لخلق الله ولعباد الله. والمقصود أيها المسلمون بأن المسلم ملتزم بأحكام الله وملتزم بأحكام شريعة الله، والمسلم إنسان راق يتعامل بأخلاق وآداب إسلامية عظيمة، يراقب الله جل وعلا في حال سفره وفي حال إقامته، يراقب الله جل وعلا في جميع أحواله وفي جميع شؤونه متقيا الله عز وجل. أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه فصلى ربنا عليه وثنى بملائكة قدسه وأيه بكم أيها المؤمنون فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحم حوزة الدين، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا رئيس الدولة ونوابه وجميع حكام الإمارات، وفقهم اللهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.